بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص دراسات في الدارات الكهربائية وتعقيبا على ما أخذناه في التسجيلات السابقة، توقفنا عند الثيفنن وقلنا نظرية في الإكوفلنت سيركت أو في الدارات المتساوية المتناظرة. عندي الآن تحليل الدارات الكهربائية أيضا من برهنات نورتون. هذا لا يعني أنني سأتوقف عن تحليل ثيفنين أو نورتون في وقت، أنا سأحاول أن أضيف أسئلة دائما، إذا رأيت في سؤال في فكرة جديدة سأضيفها دائما. إذا أنا أتوقف عن تحليل الدارات الكهربائية وبرهنة نورتون، برهنة نورتون تعتمد بصورة كبيرة جدا على نظرية ثيفنين. نحن توصلنا في التسجيلات السابقة إلى أن نظرية ثيفنين قلنا بأنها تعمل بهذا الأسلوب، قلنا بأنه أنا عندي مصدر جهد يسمى في الثيفنين، قلنا بأنها كانت بهذه الصورة مع البي، وهناك أيضا الثيفنين على هذه الشكل. طيب ما الذي يضاهيها أو ما الذي يشبهها؟ قلنا الآن بأنه فكرة النورتون هي تقريبا نفس الفكرة، لكن عندي أنا بهذه الصورة عندي مصدر تيار مستقل، سأحاول أضبط الجلسة حتى يظهر معي الرسم مستقيما. على هذه الشاكلة R ال N إن رمز لي النورتون طبعا، وعندي هنا يرمز لي I ال N دي النورتون، هنا مصدر التيار ونزعم نحن في هذه الصورة بأن كلا الدارتان متطابقتان، يعني نستطيع أن نعمل مصدر الجهد على مصدر الجهد على التوالي مع المقاومة، مصدر التيار على التوازي مع المقاومة، يكون عندي نفس الدارة. هذه هي يعني تسمح لنا بالتنقل بين الثيفنين ونورتون فكرة. إذا نستطيع أن نقول هنا بأن R ال N بهذه الصورة هي نفسها R الثيفنين، وأيضا I الثيفنين هو عبارة عن V الثيفنين مقسوما على R الثيفنين بهذه الحالة. طيب كما يقال في المثل، في المثالية تضح المقال، دعونا نأخذ مثالا على هذه الفكرة. لو كانت عندي أنا بهذه الحالة، يعني لو حصل عندي وكانت عندي موجود عندي هذه الدارة، طلب إلي أن أحلل هذه الدارة حتى أصل إلى البي الثيفنين الموجودة هنا. لاحظ هنا كما نستطيع أن نزعم أنه أنا عندي هنا عقدة وعندي هنا عقدة، هذه العقدة لا داعي أن أحلل هذه العقدة الـ I الواحد، أستطيع أن أقول مباشرة بأن I الواحد يساوي 9 أمبير. الآن لابد لي أن أعمل أيضا، يعني أنا لو حاولت أن أحل بهذه الصورة نحول بهذه الصورة I2 أيضا، I2 سأحل في اللون الأبيض، إذا سأبدأ من هنا، دعوني أبدأ من هنا أقول 12 عندي مشتركة بين I2 و I1، 12 مع I2 عكس I1 زائد 2، 2 هي I2 زائد 9. طبعا هنا لن يمر تيار، يعني لا يوجد عندي العقدة الثالثة لأنه هنا عندي أنا open circuit، إذا هو 9 I2 زائد أيضا عندي 4 I2 يساوي الصفر. طيب 12 I2 زائد 2 14 زائد 9 23 زائد 4 27، إذا 27 I2
ناقص 12 آي واحد يساوي الصفر. آي واحد أتذكر بأن السؤال أعطاني إياها وضمنها هنا، إذا يصبح عندي 27 آي اثنين ناقص 12 ضرب 9 108 يساوي الصفر. إذا نستطيع أن نقول أيضا هنا أن 27 آي اثنين يساوي 108 على 27 على 27، إذا آي اثنين تساوي 4 أمبير. بهذا استخدمنا أفكار موجودة عندنا سابقا، لا بد لهذه الأفكار أن تلعب دورا الآن معنا. طيب إذا بما أن آي 2 تساوي 4 أمبير، إذا نقول أيضا بأن في ثفنن يساوي، بما أنه أنا عندي هنا قلت أنا أود في الثفنن، في ثمن عند التيار هو الـ I2 الموصول فيه، التيار I2 مضروب فيها المقاومة التي هو عندها التي هي تساوي الـ R والتي كانت تساوي عندي هنا 9. إذا في الثمن يساوي 4 مضروبة في 9 ويساوي 36 فولتا. طيب لاحظ هنا إذا 36 فولت هو في الثفنن، يعني احنا وجدنا أن في الثفنن يساوي 36 فولت. طيب هذه الفكرة بدأ نبني عليها أيضا. طب نستخدم نفس ما تعلمنا في الفي الثفنن، في الثفنن أو عفوا فكرة الثفنن هي نفسها فكرة النورتون، لكن الثفنن تعتمد على جهد، النورتون تعتمد على التيار، يعني لا مجال للتفضيل بينهما، كلاهما تمثلان نفس الفكرة. على الطالب أن يعي هذا الكلام. أنا أحيانا أقابل مثلا طلابا يقول لي أستاذ أو مهندس أنا أعشق النورتون أكثر من الثفنن، لكن أنا أستغرب، يعني كلاهما نفس الفكرة، لكن هنا بدلنا وهنا بدلنا. هناك كان في الثفنن الجهد مع المقاومة على التوالي، هنا في النورتون عندي مصدر التيار المستقل مع المقاومة على التوازي، نفس الفكرة لا فرق بينهما. إذا دعونا الآن نحاول أن نحلل نفس الدارة. نقول أنه أنا الدارة لو كانت عندي بهذه الصورة، أنا سأفصل عن مصدر الجهد المستقل الذي كان موجودا عندي، يعني هو كان عندي أنا مصدر الجهد مصدر التيار عفوا كان موجود، سأفصله كما تعلمنا. سأتي إلى هنا، كان عندي 12 أوم، سأتي إلى هنا 2 أوم، سأتي إلى 9 أوم، وسأتي إلى هنا 4 أوم. إذا هنا عندي A وهنا عندي B. طيب لاحظ هنا، لاحظ لابد أن يعمل بهذه الصورة، لابد أن يعمل بهذه الصورة طبعا حتى يعمل. انا عندي الاربعه والاثناش والاثنين على التوالي، هذا على التوالي يكون على التوازي مع التسعه، لان هذا حتى لو ظهر انهما ليس على التوالي لكنهما على التوازي. اذا نقول اربعه زائد 12 زائد 2 يساوي 18 اوم، يساوي 18 اوم. اذا نستطيع الان نبني الدارة مرة أخرى، نبني على نفس الفكرة، نقول بأن الدارة عندنا الآن بهذه الصورة، هنا عندي أعتذر،
إذن أنا هون عندي الآن 18 أوم، وهون عندي 9 أوم. إذن أقول أن الـ R equivalent بهذه الصورة، الـ R equivalent هي عبارة عن 18 أنه على التوازي ضرب 9 على 18 زائد 9 على 27. كم سيكون عندك الجواب عزيزي المتعلم؟ 162 على 27 سيكون عندك الجواب 6 أوم. طيب أنا الآن عرفت قيمة الـ R، عرفت قيمة الـ R، عرفت قيمة الـ V الثفنين. أستطيع الآن أن أرسم الدارة على شكل الثفنين. دعونا الآن نحاول أن نرسمها. ستة وثلاثين فولت على التوالي مع 6 أوم على هذه الصورة وعلى هذه الصورة. إذن A و B. أردنا أن نجد قيمة التيار، هو عبارة عن جهد 36 على المقاومة 6. إذن 6 أمبير. لاحظ هي هكذا نحن رسمناها في الثفنين. لو أردنا أن نرسمها الآن نرسمها بطريقة النورتون ستكون على هذه الصورة. ستة أمبير مع 6 أوم بهذه الحالة من الـ A إلى الـ B. تمام، هذه هي فكرتها. يعني لا وجود لأي عذر لأي طالب أن يقول بأنه يشعر بأنها صعبة جدا. إذا هنا على الطالب يعرف أنه يستطيع أن يتنقل بين النورتون والثفنين بالوسيلة المناسبة له. نلاحظ هنا، هنا عندي هذه الدارة، طلب إلي أن أحللها. طبعاً لو أنا أود أن أحللها وأضعها بصيغة نورتون أو صيغة ثفنين، لابد يعني هنا أن أكون عندي سهل عملية التنقل، ما يسموها بالترانسفورميشن. عملية لابد أن تكون سهلة. لاحظ هنا بداية أجد أنا هنا على مباشر أجد أن الأربعة مع الاثنين على التوازي. إذا أقول أنه 4 ضرب 2 على 4 زائد 2 8 على 6 4 على 3 أوم. إذا هنا أصبحت عندي 4 على 3 أوم. أستطيع أن أستعيض عن مصدر المقاومة هنا 1 فولت مع 2 أمبير، بما أنه أنا أعرف بأن التيار الـ I يساوي V على R. إذا 1 على 2 أمبير. إذا أستطيع أن أستعيض الآن. لاحظ هي مفروض لو أنا أردت يعني أن أرسمها، سأحاول هنا أن أختصر. مفروض أنا حاولت أن أرسمها أنه موجب وسالب، المفروض أن حاولت أن أرسم مصدر التيار المستقل وجدناه الذي هو يساوي 0.5 أمبير. أن أضعه إلى هنا، أضع مع المقاومة الآن 4 على 3 أوم. الآن أصبحت المقاومة 4 على 3 أوم. أستطيع الآن أن أكمل عملية الرسم. أنا لم أعطي نفسي مساحة، سأكمل فيها الأسفل أو سأعيد في الأسفل. ها هي. إذا أنا الآن هنا عندي 0.5 أمبير سيخرج إلى الأعلى من هنا
مقاوم مقدار 4/3 أوم، والآن عندي أربعة أوم مصدر الجهد المستقل 0.2 أمبير، اثنين فولت، هنا في الصفر، هنا عندي 10 أوم. لاحظ هنا عندي أيضا، من منكم شاهدها، عندي هنا التيار المستقل مع المقاومة يعطيني قيمة الجهد. لو أردت أنا أن أرسمها بقيمة الجهد، لاحظ مثلا هنا سأعيد الآن عملها على طريقة الجهد. الآن نعرف أن الـ V يساوي I R، عندي الـ I وعندي الـ R. لو أردت أنا أن أعملها نصف ضرب 4/3 يساوي 2/3 فولت. إذا سأرسمها هنا، ستأخذ عندي 2/3 فولت، اثنين على 3 فولت، سأضعها بهذه الصورة. طبعا أنا هنا أحبتي انتبهت أنا على نفسي الآن، هذه الـ4 أوم لا داعي لها، لأنه نحن أصلا وصلناها على التوازي مع وصلنا على التوازي مع الاثنين أصلا، فنعتذر عنها. إذا 4/3 أوم، 4/3 أوم يعني أنا انتبهت عليها الآن وأنا أحل. 10 ضرب 2 بـ10، حتى 10 ضرب 2 بـ10 سيعطيني 2 فولت. إذا مصدر جهد موجب سالب 2 فولت، تمام، سيصير مصدر جهد مقدار 2 فولت. والآن أكمل عملية العملية. طبعاً 2 فولت الآن، هذا عندي 10 أوم أصبحت الآن على التوالي 10 الأوم. هنا عندي في الصفر، وهنا أيضا عندي موجب سالب 2 فولت، وأصعد بهذه الصورة وأصعد على هذه الصورة. هذا هو المقصود. لاحظ هنا لو أنا أردت أن أحل، هنا عندي بدأت من الموجب، موجب 2 فولت، هبطت إلى هنا، بدأت من الموجب، وهنا عندي طبعا سالب موجب، عفوا بدأت من السالب هبط إلى الموجب، إذا سيلغيان بعضهما بعضا. إذا سيبقى عندي الآن 4/3 + 10 مع مصدر الجهد المستقل 2/3 فولت. إذا سأضعها هنا 2/3 فولت زائد 4/3 + 10 سيعطيني 11.3 أوم، ويعطيني هنا في الصفر التي لا أعرفها على هذه الصورة، يوجد عندي هالبار. إذا هذه عملية نورتون، هي ابن بكر لفكرة ثفنان. أرجو في النهاية أن يكون التسجيل قد أفادكم. لا تبخلي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.